عقد مجلس النواب جلسته 20 من دور الانعقاد العادي السنوي الاول من الفصل التشريع الخامس برئاسه معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب. وعقب الجلسه ادلى سعاده المستشار راشد محمد منجمه امين عام مجلس النواب بالتصريح التالي: استهلت الجلسه اعمالها باختار المجلس بالرسائل الوارده من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى اليه مجلس الشورى بشان مشروع قانون بشان تخصيص نسبه 50% من سواحل الجزر الاستثماريه كسواحل عامة والتي أحيلت مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات في بند المراسيم بقوانين. وافق مجلس النواب على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2018 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على قانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وتمت إحالته لمجلس الشورى، فيما وافق على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن مساواة المآتم والحسينيات بدور العبادة في تحمل التكلفة الكهربائية. مجلس النواب ناقش مشروع قانون منع الأجانب من التملك في بعض مناطق مملكة البحرين، خاصة المناطق السكنية التي تقطنها أسر بحرينية. طبعا مشروع له عدة إيجابيات وأهداف اقتصادية اجتماعية أخرى. المشروع يحمي النسيج البحريني ويحافظ عليه. بالنسبة إلى موضوع النقل الجوي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، هو طبعا بيخدم شريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما شركات النقل الجوي. وبالإجماع في الجمعية طبعا في اللجنة توافقنا مع أعضائها بالتصويت عليه، وفي المجلس اليوم الحمد لله الكل توافق عليه وصوت، لأن هذا المشروع يخدم الدولتين.